أهلا بيكم. في الساعات الأولى من صباح اليوم وقع حادث إرهابي جديد أمام مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة. الحادث الحمد لله لم يسفر عن إصابات في الأرواح، الحمد لله عبارة عن عدد من الإصابات. حول تفاصيل الحادث وما جرى وآخر خيوط اللي بذلتها الداخلية للوصول لمرتكب الحادث والتحريات، معايا على التليفون السيد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام. مساء الفل يا فندم. مساء النور يا أستاذ محمد، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. عايز أعرف من حضرتك ماذا جرى بالضبط؟ اللي حصل بالضبط إن هو في الساعات الأولى من صباح اليوم تحديدا حوالي الساعة 2:15 صباحا وقع انفجار في محيط مبنى الأمن الوطني بدائرة قسم أول شبرا الخيمة. الانفجار ده كان سببه انفجار سيارة توقفت فجأة خارج الحرم الأمني للمبنى، ونزل منها قائدها واستقل دراجة نارية كانت تسير خلف السيارة وانطلقوا بيها. على بال ما الخدمات الأمنية انتبهت للشخص اللي هو نزل وركب الدراجة وانطلق، انفجرت عقب ذلك السيارة. أسفر الانفجار عن حدوث تلفيات في نوافذ الواجهة بتاعة مبنى الأمن الوطني وبعض الحوائط بتاعة الواجهة وجزء من السور الخارجي، وأسفر عن وقوع بعض الإصابات بين رجال الشرطة. هذه الإصابات كلها إصابات بسيطة الحمد لله. طبعا كان نتيجة وجود حرم أمني للمبنى ووجود حواجز خرسانية كان ليه يعني دور في عدم سقوط ضحايا، وان الاصابات تكون اصابات بسيطه ولم تحدث يعني تلفيات اكبر واكثر في المبنى، خاصه ان التفجير اللي حصل واضح ان هو كان فيه كميه من المتفجرات جاري تحديدها. ويعني الساده المواطنين في القاهره والجيزه وفي اماكن مختلفه في المحافظتين سمعوا دوي الانفجار، الامر ان هو كان بيشير الى ان هو انفجار كبير ولكن جدا. ولكن الحمد لله زي ما اشرنا وفقا لخطه الوزاره في تامين المباني والمنشآت الهامه بتحديد حرم امني ليها ووضع اللي هو الحواجز الخرسانيه، كان ليه نتائج ايجابيه وفي حمايه الارواح. طيب. عاقب اتفضل. هل هناك جديد في عمليه التحريات؟ يعني ده احدث خبر ممكن تقوله لنا؟ يعني هو خلينا نقول ان الموضوعات اللي هي بيبقى ليها يعني حساسيه امنيه شويه، هناك فرق بحث بتعمل بتجمع تحريات وتجمع معلومات، بتفحص ادله وتفحص اثار ناجمه عن الحادث. كل هذه المعلومات بيتم جمعها وفرق البحث بتقعد مع بعضها وبتبدا يعني تحلل هذه المعلومات علشان تحدد هوية مرتكبي هذه الوقائع الإرهابية ويتم ضبطهم إن شاء الله بإذن الله. ولكن الجهود الأمنية مستمرة في ملاحقة كافة العناصر الإرهابية. هناك إصرار من أجهزة الأمن على التصدي بكل قوة وحسم للعناصر الإرهابية اللي هي بتحاول أن تروع المواطنين الآمنين وتنال من مقدرات الوطن. طب عفوا، مش شايف حضرتك أن هذا الحادث يتشابه مع حادث تفجيرات جرت واستهدفت مقرات أمنية سابقة؟ الحادث ده حادث مختلف، لان هنا مفيش سياره كانت متوقفه، مفيش سياره كانت منتظره. هنا السياره توقفت فجاه وتركها قائدها واستقل يعني دراجه ناريه زي ما اشرت. ولكن يعني اللي انا عايز اقول عليه ان الضربات الاستباقيه لاجهزه الامن والضبط مرتكب الوقائع الارهابيه السابقه واجهاض عمليات ارهابيه ده يعني كان ليه نتائج ايجابيه، وده بيدفع قد يدفع العناصر الارهابيه لان هي تقوم بعمل عدائي عشان تثبت تواجدها. ولكن اجهزه الامن سوف تتصدى لكل من يحاول النيل من استقرار وامن الوطن بكل قوه وبكل حسن. هل ممكن أن توجه أصابع الاتهام لجهة بعينها سيادة اللواء؟ من السابق لأوانه أن توجيه أصابع الاتهام لجهة معينة، لأن أجهزة الأمن زي ما أشرت يعني بتجمع كل المعلومات وكل الأدلة والمتصلة بهذا الموضوع. سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لشؤون الإعلام، شكرا جزيلا على مداخلة حضرتك. مصر دولة مليئة بالأحداث، ومش عايز أقول كل يوم، ده يمكن كل ساعة يقع كم حادث، مش حادث يعني تفجير أو إرهاب، يعني واقعة، موقف يستحق مننا أو موضوع يستحق مننا إن احنا نتوقف أمامه بالتعليق، رغم الحادث الإرهابي واللي هيعلق عليه في بعد الفاصل سيادة اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق وهو ضيف الكريم النهاردة. لكن أنا توقفت أمام 3 أحداث تستحق مني التعليق النهاردة في نهاية الأسبوع. الموقف الأول حصل لما عايزكم تراقبوا أو تبدأوا تتابعوا لغة خطاب جديدة لقيتها النهاردة موجودة، لغة راقية ما بين السلطة وما بين المعارضة، ما بين الحكومة وما بين أحد الشخصيات المعارضة، ما بين تحديدا الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وبين المحامي والحقوقي والناشط الأستاذ خالد علي اللي كان مرشح رئاسي سابق. اللي حصل إن خالد علي مع حفظ الألقاب كتب مقالة في جريدة الشروق بيعترض فيها ويبدي أسباب اعتراضه على قانون الخدمة المدنية. وجه الاعتراض ايه؟ انا طبعا مش معني بالتفاصيل بتاعة المقال بس هقولها لك. وجه الاعتراض ان الحكومة بتقول اللي عنده 50 سنة لحد 55 عاوز يقدم استقالته من الوظيفة بتاعته ويخرج معاش مبكر وهيستلم معاشه فورا، الحكومة جاهزة يطلع المعاشات ياخد الفلوس. الحقوقي خالد علي بيقول لا، اولا مال المعاشات ده مش مال سايب يا حكومة، ده مش مالك عشان تتصرفي فيه وقت ما تحبي وتطلعي الجنيهات زي ما انت عايزة. عايزه تطلعي حد على المعاش المبكر ادفعي الفرق، لان انت لو مطلعه واحد في سن ال50 وهتقبضيه معاش، طب ال10 سنين اللي هي من سن الفرق من سن ال50 لسن ال60 مين يدفعها؟ الكلام ده كان كلام كويس جدا، كان ممكن يعدي ولا حد. يا عم خالد علي ايه يا عم، ده ما جابش 10,000 صوت في انتخابات الرئاسه، ايه ده معارض، ده ما بيحبش السيسي، الكلام اللي انت عارفه. والحكومة تقول لك يا عم كل يوم بنسمع الكلام. اللي عجبني هو موقف الدكتورة غادة والي، كان موقفا رائعا بصراحة. قرت المقال وراحت بعت رد محترم لجريدة الشروق وفندت فيه وجهة نظر خالد علي. هي الأول اتفقت، قالت إن المال ده مش مال الحكومة اللي هو مال المعاشات، بل تعرضت إلى قصة الشهيرة بتاعت فلوس التأمينات فين يا حكومة، وقالت احنا واخدين صكوك وشيكات تقريبا من مضيع الحكومه على بياض وعلى ايصالات امانه انها تسترد بيها اموال المعاشات، بل هي استردت بالفعل حتى النهارده 54 مليار خلال الاشهر القليله الماضيه. اللي عجبني هو احترام غادة والي للراي المعارض. 2 طريقه الرد اللي كانت بتتم بشكل راقي ومحترم. غادة والي بتمثل السلطه في مصر، بتمثل الحكومة، وخالد علي هو محسوب على المعارضة. شوف لما الحوار يكون محترم بهذا الشكل يستحق ان احنا نحييه. عايزك بقى تقارن الموقف ده بموقف محافظ الدقهلية عندما دخل على الخط في احد البرامج باحدى القنوات الفضائية واعترض على الضيف اللي موجود قدام مقدم البرنامج وقال للضيف انا مش شغال عندك. حتى لغة الحوار كانت شديدة السوء، تخليك وانت قاعد تقول ايه دي؟ ايه النوعيه دي اللي جايه تتولى امورنا في قلب المحافظات؟ لغه الحوار دي احنا علينا نشجعها. انا عايز كل صاحب راي حر يتكلم وكل مسؤول يطلع يرد، لا تخويف ولا تشكيك ولا انت محسوب على الجناح الفلاني ولا العلاني. انا بحيي خالد علي انه قال، وبحيي غادة والي وزيره التضامن النهارده. ده موقف يستحق ان احنا نعلق عليه. الموقف الثاني، أنا مش عارف السيد رئيس الوزراء هل أرى عن مواطن اسمه عبد المنعم خير، هو مش قريبي، هو مواطن في الأقصر. أثناء زيارة السيد رئيس الوزراء للأقصر منذ عدة أيام، طبعا انتوا عارفين بقى ده الباشا رئيس الوزراء اللي جاي، كل البلدية والأحياء كله بيشتغل ويكنس الشوارع ونظف يا ولا وازرع الشجر يا ولا، وكله زي الفل، لازم يبقى على سنجة 10. في التوقيت ده كانت درجة الحرارة في القاهرة 42، متخيل في الأقصر كانت كام؟ كانت 47. في هذا اليوم درجة الحرارة كانت 47. عمال النظافة واقفين في الشارع، استلموا الشارع الساعة 6 الصبح، ورئيس العاملين بالنظافة في محافظة الأقصر قالوا لهم انتوا مش هتمشوا إلا الساعة 5 العصر. متخيل؟ يعني هيشتغلوا من 6 الصبح ل 5 العصر. أنا هنا مش جاي أتكلم على ساعات العمل وإنها طبعًا متجاوزة 8 ساعات، هقول هيحاسبوهم أوفر تايم. بس المفارقة في درجة حرارة 47. المهم عدى رئيس مدينة الأقصر، فالراجل المشرف على عمال النظافة قال له يا باشا العمال الغلابة دول واقفين من الصبح ودرجة الحرارة مولعة، عايزين نمشيهم والشوارع مسلمينها لك على الابيض نضيفها. قال له لا، استنى لما معالي السيد رئيس وزراء مصر يعدي في الشارع. النتيجه ان عبد المنعم خير ده، هذا المواطن الغلبان عامل النظافه وكان كبير في السن، عنده 56 سنه، سقط مخشيا عليه، ودوه المستشفى، لفظ انفاسه الاخيره بسبب ضربه شمس جامده، وده احد المواطنين من ال 108 اللي ماتوا بسبب الحرب. محافظ الأقصر عرف، فراح مطلع شيك ب 30,000 جنيه لأهل المتوفي، وكنوز الدنيا لا تعوض أسرة الميت عما فقدوه. والراجل يا عيني كان مديون ب 19,000 جنيه لأحد البنوك، المحافظ قال هنسددهم وكفى المؤمنين شر القتال، وأوقف رئيس المدينة عن العمل. بس هل هو ده اللي احنا عايزينه؟ الإجابة لأ، الإجابة لأ. احنا عايزين نوقف فكرة العاضي بتاعة المسؤول اللي بيمشي في الشارع، ولازم الدولة كلها تنتفض أمام هذا المسؤول الكبير وتنظف له الشوارع والشجر والزينة والكلام ده. ما ينفعش بقى، أنت لازم تنزل كمسؤول تشوف الدنيا على طبيعتها. الحاجة التانية، مش معقولة اللي يدفع التكلفة هم العمال الغلابة الفقراء المطحونين والمهمشين. أنا ما أقدرش أوجه نقد للسيد رئيس الوزراء، لأنه أكيد ده مش دوره، مش هيعرف ده، مش هيعرف القصة إلا من الجرايد. لكن عايزين نقول له ونقول لكل مسؤول صغر مقامه أو كبر، إن علشان أنت تعدي على حتة نظيفة في عامل نظافة مهمش أنت مش حاسس بيه، هو ورا ده. اسألوا على الغلابة والمهمشين في مصر. أنا أرجو من السيد رئيس الوزراء، أرجو منه أن يبحث حال أسرة هذا المواطن الفقير اللي راح ضحية تنظيف الشوارع أثناء زيارة السيد رئيس الوزراء لمحافظة الأقصر. هطلع بسرعة فيما تبقى من 3 دقايق مديهولني عشان أكمل الانترو. آخر موقف النهاردة أو موضوع أنا عايز أعلق عليه في عجالة سريعة، هو البيان الرئاسي اللي طلعه الرئيس السيسي عقب وفاة المرحومة والسيدة والدته، عندما طالب المعزين بأنه لو أنتوا عايزين تعزوني يا ريت ما تعزوش في الصحف والجرايد، ويا ريت تحولوا الفلوس دي أنكم تتبرعوا بيها إلى تتبرعوا بيها لمين؟ لجمعيات خيريه. الفكره حلوه، الفكره حلوه، لان انت عارف مين اللي ميته بقى، ده السيده والده رئيس الجمهوريه. يعني يا جرايد مصر كنت هتعملي ملاحق بال 20 صفحه وال 40 صفحه، كله بيعزي السيد الرئيس، صفحه 2 3 4 صفحه، شوف بقى من 50,000 وانت طالع بقى، وفي اللي هيحط صوره ملونه للسيد الرئيس وتحتيه اسم الشركه واسم الرجل. واحيانا الوزارات كانت هتهني، كانت هتعزي، الوزير كان هيعزي منين؟ مش من جيبه، من جيب انا وانت دفع الضرايب. يبقى احنا قفلنا هذا الباب. ثم ان كل ما واحد صاحب شركه كان هيعزي علشان يقول للرئيس شايفني والنبي شايفني، ده كان من باب النفاق الاجتماعي الرخيص. عشان كده انا بحيي الرئيس على ما فعله، ويا ريت يبقى ده بدايه ان احنا بنسن سنه حسنه. مش عايزين لا تهاني ولا تعازي للمسؤولين في مصر، مش عايزين لا تهاني ولا تعازي. الوزارات ما تعملش ده، الاصل ان الوزارات والحكومه ما تدفعش جنيه، لان دي اموال دفع الضرايب. اما شركات القطاع الخاص اهو ما تتبرعوا. عايز اقول لك انا ما قريتش خبر في جورنان سطر كده بيقول لك تبرعت شركات الف وب وج الى مستشفى سرطان الاطفال او الى معهد القومي للقلب بامبابه باموال العزا مثلا اللي كانوا يعملوا بيها اعلانات لهذه المستشفيات. ما قريتش خبر، مش هقول لك اعلان. ليه؟ لان الاصل في هذه الاعلانات الاصل فيها انها للنفاق الاجتماعي الرخيص من باب شايفنا يا ريس، والحمد لله ان الرئيس قفل هذا الباب. خلونا بقى نطلع فاصل قصير، وبعد الفاصل يشرفني السيد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخليه الاسبق، وحوار حول حادثه تفجير او مش تفجير ما اصاب الامن الوطني النهارده بسبب تفجير احدى السيارات المفخخه. وعايز اقول لحضراتكم بذكركم تاني بتليفون الرسايل 9139 9139 للفقره اللي انا اعلنت عنها امبارح 9136 او بيصلحوا لي في الكنترول 9136. احنا نوهنا امبارح عن فقره جديده اسمها مشكلتك لها حل. كل المطلوب من حضرتك ان انت تكتب المشكله بتاعتك، نتمنى ان تكون مشكله عامه، وتبعتها على 9136 في اي وقت في اليوم. واحنا كل يوم خميس زي النهارده اخر 10 دقائق هنجيب لكم الاجابات والردود على ما وصلنا من مشاكل. الخدمه متوفره، فقط تبعتوا المشكله على 9136 والارقام على الشاشه وتواصلوا معانا بقى. عايز اسمع صوت مصر النهارده ورأيها وتعليقها على الحادث الإرهابي الخسيس اللي حصل النهارده في شبرا الخيمة. نطلع فاصل ونستقبل ضيفنا الكريم. حادث إرهابي جديد في إطار سلسلة الحوادث اللي بتستهدف مصر إن لم تكن تستهدف المنطقة، وإحنا محتاجين نلقي عليه مزيد من الضوء. عشان كده بيشرفني سيادة اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق ليشرح لنا ماذا جرى وكيف جرى، ثم يطمئننا أو يسيء يمنع عنا بواعث القلق. بحيي حضرتك وبشكرك على تشرفك. بحيي حضرتك على مقدمتك والبرنامج. خلينا نبدا ونقول حضرتك شفت الحادث ده ازاي؟ انا شفته من 4 5 محاور. ان انا كنت متوقع ومستني الحادث ده. متوقع ومستنيه. مستني وقوع حادث ارهابي. كراجل امني. كراجل امني بحس الامني انا على طول متوقع، بس اليومين دولت كنت متوقع حادث امني. انت كنت متوقع حاجه كبيره ولا حاجه صغيره؟ لا كنت متوقع حاجه كبيره في 14/8 والحمد لله. انا برضو لمعلوماتي بس دايما راجل امني يحط الاحتمالات الاسوأ. انا معلومتي الاكيده ان لما بكون القوات مستنفره في يوم، وخاصه بالتنسيق مع القوات المسلحه والشرطه واقفه كده، العناصر الارهابيه بتخنس وتتدارى وتقول لك طب هم مستعدين النهارده، سيبها خليها بكره، خليها بعده، خليها بعده. فانا كنت عارف ان تاجيل 14/8 ممكن يكون كده في عده حاجات. اولا هم ما عملوش حاجه في 14/8، فكانوا عايزين يعملوا حاجه قريبه اللي هو فض ربع وفض النهضه، فكانوا عايزين يعملوا حاجه قريبه. ده المحور الاولاني. المحور الثاني كانوا عايزين يقولوا احنا بنتحدى قانون الارهاب. اللي صد عليه السيد الرئيس الجمهورية يوم السبت ونشر بالجريدة الرسمية يوم الأحد واتفعل من يوم الاثنين. وإن شاء الله الخلية اللي نفذت هذا العمل كلها بمحرضيها باللي رصدت باللي جهزت المواد المتفجرة بالحاجات دي كلها هتكون أول خلية تطبق عليها قانون الإرهاب الجديد. نعم. وأنا بطمن الناس فعلا إن في إحداثيات كتيرة عثر عليها رجال المعمل الجنائي ومناقشة الشهود والكاميرات والحاجات دي هتؤدي في القريب العاجل إلى تحديد هوية منفذي العملية ومن وراءه. طمنوا تمام، هيكونوا أول خلية تطبق عليها قانون الإرهاب الجديد. المحور الثالث ان جهاز امن الدوله وقف على رجليه ونشط، خاصه بعد وصول الوزير مجدي عبد الغفار ابن الجهاز. عارف مشاكله، وهو في فتره المعاش كان عارف مشاكله كويس جدا، وعارف ان هو الجهاز ده اتهد ازاي، وان الاخوان المجرمين كانت عارفه قيمه هذا الجهاز. فلما وصلت حتى من قبل ما توصل من ايام الحكم المجلس العسكري كانت بتهد في هذا الجهاز وبتشوه في صورته وفي سمعته وافرغته من معظم كفاءاته وقياداته بالخارج. والوزير مجدي عبد الغفار من ضمن الناس اللي افرغوا من هذا الجهاز اياميهم برضه واستبعد. تمام، فرجع الكفاءات ورجع النظام اللي كان معمول بيه والسيستم 90% من النظام رجع. ده حضرتك كده بتجاوب على سؤال عايز اساله لك، لماذا مبنى الامن الوطني؟ ايوه، لان هو مستهدف، يعني رساله لوزير الداخليه لانه جاي من داخل هذا المبنى وللامن الوطني كمان. ليه؟ لو حضرتك ترجع محمد بيه الاسبوع اللي فات، بس مش هرجعك كتير كده، أخطر خليتين إرهابيتين نوعيتين في محافظتين تقال الغربية والشرقية. نعم. كل وسائل الإعلام شافتهم، شافت كمية المتفجرات اللي اتظبطت معاهم، شافت كمية الحوادث اللي اعترف بيها المتهمين فيها من استهدافهم لرجال شرطة ومنشآت شرطية وعربيات شرطة ومنشآت اقتصادية متمثلة في أبراج كهرباء ومحطات سكة حديد ومحطات مية ومحطات صرف صحي. كل ده بيضرب في الشرطة وبيضرب في المؤسسات الاقتصادية. نعم. في الغربية وفي الشرقية خليتين نوعيتين كبار جدا وتقال جدا اعترفوا على حاجات عملوها واعترفوا على حاجات كان مزمع عملها. هي دي الضربات الاستباقيه اللي بدأ جهاز الامن الوطني لما فاق يرجع لسابق عهده ويسدد الضربات الاستباقيه قبل ضلوعهم بارتكابها. فكان برضه عايزين يقولوا له احنا بننتقم منك نظرا لانك انت ظبطت لنا 4 مجموعات من اتقل المجموعات اللي كانوا معولين عليها امل انها تحدث دمار وخراب. طب معنى مبنى شبرا تحديدا، يعني ليه ما استهدفوش مباني اخرى موجوده امامنا؟ لو حضرتك عديت جنب المبنى الرئيسي للإدارة في مدينة نصر تلاقي إجراءات الحواجز الإسمنتينية مستحكمة جدا 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 جدا. لو تشوف مبنى القاهرة شرحه، مبنى الجيزة شرحه، مبنى شبرا الخيمة حضرتك بتستدرجني. يعني الإجراءات اللي فيه معقولة معقولة، والحوائط الإسمنتية اللي حصلت دي حجمت الآثار السلبية اللي على المبنى نفسه انه يتطربق على اللي فيه. نعم. وحجمت الاثار والجروح والوفيات اللي كانت ممكن تحصل لافراد الحراسه. هو كان اللي موجود فيه ما كانش فيه لا ظباط ولا مكاتب ولا اي حاجه، كان فيه افراد حراسه بس عشان تحافظ عليه. مجندين وامناء افراد حراسه في الابراج، هم دولت اللي اصيبوا والحمد لله كانت الاصابات ما بين متوسطه وبسيطه. هم 26 مصاب، خرج 20 الظهر النهارده بالظبط بالظبط. وكل افراد الشرطه اللي اتصابوا فيها يمكن 6 ورجع ارتفع ل 8، لكن اصاباتهم كلها تحت السيطره والحمد لله ما اتهدتش حاجه بقى. فيه. يعني في توقيتات حصلت لعمليات تفجيرات قبل كده كانت ظهر. هم اغبياء، هم فاهمين ان كان الفرع ده لما كان شغال بكامل طاقته كان الوقت ده بيبقى وقت الخروج الجماعي. انا طول عمري مثلا شغال في الامن العام، شغال في الامن الدولي، لكن كنا نخرج من الامن العام حوالي الساعه 2 بالليل. نعم. معروف ان احنا قاعدين لغايه الساعه 2 بالليل جوه المبنى، لو جيت تفجر المبنى هيتطربق علينا كلنا. بالتالي امن الدوله في الظروف اللي دي لو الفرع ده شغال وموجودين كانوا موجودين كلهم، كانوا هيبقوا موجودين، لان هو بالليل بتبقى فترة خلية النحل في أجهزة المعلومات بتشتغل برواقة وبتجمع كل المعلومات بتاعة المصادر وبتحللها وبتعمل وكل حاجة وبتجهز لمأموريات بكرة وبتستجوب. فبتبقى الساعة 2 بالليل ده وقت مناسب جدا لأن المبنى يكون مكتظ باللي فيه. بس الحمد لله يعني إيه. طيب هذا الحادث مش شبه حوادث أخرى؟ في البعض النهاردة على مواقع التواصل الاجتماعي ربطوا بين الحادث ده وحادث تفجير القنصلية الإيطالية مثلا. لا انا مش معاهم في القنصليه الايطاليه، لكن انا اللي انا شفته في فيلم المتحف الاسلامي حادث مديريه امن القاهره. مديريه امن القاهره العربيه اللي جت بصت لقيت الكمين لسه شغال، الكمين لسه شغال. هم كانوا لازم يعملوها بالليل برضه. الكمين لسه شغال، الكمين بيمشي الساعه 6 فلموا اوضاعه 6:45 كده ومشوا. وبيتصادف ان الساعه 6 الصبح في حادثه القاهره بتيجي عربيات زي اللي هم دخلوا بيها دبل كابينه كده لكل ضباط الاكمنه ترجع نفسها وترجع. بس تكرار الحادث مش معناه ان احنا نقدر نحدد جهه الاتهام. يعني حضرتك في البدايه انت قلت اخوان الحادث الاولاني اللي قالوا عليه انصار بيت المقدس. نعم. طيب محمد بيه، انا عايز اقول حاجه للشعب المصري كله، يعني انصار بيت المقدس مش عارف داعش او فكر داعش، احنا عندنا اجناد مصر، اكناف مش عارف ايه، العقاب الثوري، البلاك بلوك اللي بيقولوا عليها، كل دي اسماء ما انزل الله بها من سلطان. هو التنظيم السري اللي انشاه حسن البنا للاخوان المجرمين. هو الشعب ده صار على نظام مين؟ صار على نظام الاخوان. نعم. استبعد مين؟ استبعد الاخوان. بيحاكم قيادات ايه؟ قيادات الاخوان. فاذا اللي بيحارب هذا النظام وبيحارب هذا الشعب لرفضه، هو لازم الواحد يبقى عارف عدوه، هو تنظيم الاخوان المجرمين. وكلما اقتربت الجلسات والمحاكمات لقياداتهم من قرب النهايه بتاعتها واقتراب حبل المشنقه على قياداتهم نظير الخيانه والتخابر والقتل والتحريض عليه، كلما زادت تكليفاتهم من القفص زي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، تكليفات بتيجي من القفص لبره ينفذ. واحنا ما زلنا بنواجه بالقانون الاجراءات العادي. لا يمكن، مفيش دوله في العالم بتواجه ظروف غير عاديه بقوانين عاديه. ما طلع قانون الارهاب، طلع قانون الارهاب، وده اول حادث بعد قانون الارهاب عشان يتحدى قانون الارهاب ويقول ان قانون الارهاب مش هيحد من نشاطنا وان احنا مش خايفين منه. لا، هم خايفين منه فعلا وهيحد من نشاطهم فعلا. والناس اللي بتهاجم قانون الارهاب، انا كنت لسه نادر دلوقتي برضو في احدى الفضاءات عن قانون الارهاب، يمكن ال 54 ماده اللي فيه ما فيهمش 3-4 فيها حاجات اجرائيه او الفاظ صغيره، لكن في مجمله فعلا يفي بالقضاء على الإرهاب وردعه، وأخف وألطف بكثير من القوانين اللي بتتبعها أمريكا وإنجلترا وألمانيا وفرنسا لما بتتعرض بلادها للإرهاب. طب تصنيفك للحادث النهارده، حادث ضعيف، حادث قوي؟ يعني لا، هو خاب أثر الجريمة لدخل لا سبب لإرادة الجاني فيه زي ما بيعرف القانون كده، اللي هو الحيد عن الهدف أو الطيش أو يعني الحمد لله، يعني انا شرعت في قتل فلان ونشنت وجهزت السلاح وعملت كل حاجه ونشنت، وخاب اثر الجريمه لسبب لا دخل ارادتي كحيد الحيد عن الهدف مثلا، الطلقه حوليت راحت بعيد. هم عملوا افرغوا كل ما يلزم للفعل المادي بتاعهم، لان هو يهد هذا طبعا العربيه المفخخه كان فيها كميه يعني غير محدوده، يعني ما اتحددتش غير دلوقتي، لكن انا اعتقد انها تفوق النص طن من المواد المتفجره، من حجم الحفره اللي بقطره ما يقلش عن 10 متر، والميه اللي عملتها ده نفس كميه التفجيرات بتاعه المستشار هشام بركات الشهيد. هم يبدو ان هم الحاجات دي غاليه جدا ما بيدفعوش فيها، طبعا ما بيدفعوش فيها. وانا بشفق على اخواتنا وزمايلنا وتلامذتنا اللي موجودين في الشرطه دلوقتي، الله يكون في عونهم. ليه؟ لان احنا في التسعينات لما كافحنا الارهاب كان امكانياته محليه، كان كان ارهاب محلي بتاعنا هنا، بيمسك فرد، بيجيب بندقيه بتاعت غفير، بيجيب، انما دلوقتي بيقتل حتى سايغ وياخد ذهب ويبيع، يجيب سلاح بتاع. لكن احنا دلوقتي في اجهزه اقليميه وعالميه بتزود. انت عندك صاروخ اتضرب على طياره في سينا، انت عندك مدافع هاون وار بي جي وجرينوف وسبيات و120 عربيه هجمت 15 موقع في وقت واحد. منين كل هذا؟ دي حرب، ده جيش، ده حرب، حرب حرب فعلا، حرب وجود. انت يا محمد بيه كان مخطط لينا كمصر الجايزه الكبرى زي ما بيسموها، انك انت ان احنا نبقى زينا زي العراق زي سوريا زي ليبيا زي اليمن. لازم نبص حوالينا، احنا مش منعزل من الوطن العربي وما يخطط ليه. كون ان احنا ربنا واقف معانا بفضل شعبنا، بفضل ربنا وحبه لينا ولمصر ولجيشنا ولشرطتنا ولقضائنا واعلامنا النزيه، وكل الدوله دهيت وقفت صف واحد وخرجت في 30 يونيو ضد هذا الارهاب وتلفظه وفوضى الرئيس السيسي فيه. فطبعا دي من عند ربنا. وبعدين مضايق الافنديه دولت في ايه؟ انك انت مش بس واقف على رجليك ومش بس قاومت المده اللي فاتت دي، لا ده انت عمال تعمل مشاريع تنميه طموحه كبيره جدا عملاقه، كما لو كنت في بولهنيه من العيش. مش كنا نتوقع حاجه زي كده اثناء افتتاح قناه السويس قبل؟ احنا متوقعين. لا، هو اثناء الافتتاح انا قلت لحضرتك في الاول ان ساعه الاجراءات الامنيه ما تكون مستنفره هو بيتدرع، هو بيبعت دي القاعده. لو لقى اي ثغره هينفذ، لكن طالما لاقي الاجراءات الامنيه على شدها بيخنس لغايه ما يلاقي اي، ان شاء الله يلاقي هدف ملوش اي لازمه مضطر في حته بعيده، بس الحراسات اللي فيه ضعيفه هيفجروا عشان يسمع بس في كلات الانباء كلها. كميه التفجيرات اللي كان المواد المتفجره، سواء هيثبت المعمل من المعمل الجنوي وخبراء مفارقات نهائي تي ان تي او سي 4، كانت كتيره جدا لدرجه انها من عند شبرا خيمه سمعت الناحيه الثانيه. ازاي بقى تسمع؟ يعني الناس واصله حتى لاكتوبر سمعت عندهم. حضرتك بينك وبينهم النهر بس، وبالليل الساعه 2 بالليل قدام شبرا خيمه من الناحيه الثانيه وسيم، الوراق، امبابه، العجوزه، الدقي، سمعت فيهم كلهم. ولذلك البلاغات كان جايه كلها على مواصل التواصل الاجتماعي 6 انفجارات، لان كل واحد سمع انفجار في ناحيته وافتكر انفجار في دايرته. الكل كان بيتكلم على تتابع كبير جدا، انفجار كبير جدا في هذه المنطقه كان يستهدف احداث اكبر قدر ممكن من التدمير والقتل وازهاق الارواح. ده تنظيمات دمويه اللي بيقول لك احنا جماعه دعويه، احنا مش عارف كنا نحمل الخير لمصر، ما شفناش اي خير من ساعه ما شفناه، وما شفناش غير الخراب والجنازات والاستشهاد والترمل واليتم على ايديهم. وبقول لحضرتك كل ما اقتربت جلسات المحاكمه من نهايتها بتصدر تكليفات جديده، مش لا خوفا على التنظيم ولا خوفا على الدعوه ولا الكلام الفارغ اللي بيقولوا، خوفا على رقابهم هم، القيادات اللي مرميه في السجن. وده اللي دفع القياده السياسيه والدوله انها تسرع بقانون الارهاب الجديد، عشان اجراءاته هتحقق العداله الناجزه. الناجزه احنا بقالنا دلوقتي 2 سنين من ساعه فض ربع لغايه دلوقتي ما عملناش حاجه، ما تعدمش واحد، ما فيش حاجه. الولد الوحيد اللي لم يطبق حكم، يعني ما فيش حكم واحد نهائي بقى. حتى الولد اللي كان عايز يتعدم حباره اللي معترف ب 27 اتنقضوا الحكم والراجل بتاع اسكندريه برضه هو لا ده اتعدم، ده الوحيد اللي اتعدم، صح. اللي هو الوحيد اللي اتعدم توقيع من الاثنين مستشارين. انا كراجل شرطي بقول ان عندي من جهاز الشرطه حوالي 642 شهيد. ما شفتش واحد اتعدم في واحد من عندنا. هو احنا ايه، مالناش اي سعر خالص، مالناش اي. هو فين بتوع حقوق الانسان اللي بيتكلموا؟ خليني اطلع فاصل قصير وبعد الفاصل لا يزال حوارنا مستمر مع سياده اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخليه الاسبق. الطريقة اللي حصل بيها التفجير في منطقة شبرا الخيمة تتشابه مع الطريقة اللي جرى بيها تفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية. السؤال، مش ده مفروض يخلينا كداخلية نمنع وقوع مثل هذه الحوادث؟ وهل ده يعد تقصير أمني؟ ولا في ظل حالة الحرب على مصر والإرهاب ده أمر طبيعي؟ السؤال لضيفي وضيف حضراتكم سيادة اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق. محمد بيه، احنا لا يجب ان احنا يعني نتوسع في جلد الذات، لان هو ده اللي هم عايزينه بالظبط، عايزين يشككوا في قدراتك او في ثقتك في اجهزتك الامنيه. احنا بنسال بس ما انا عارف يعني. لا ما انا عارف، انا عارف طبعا محمد بيه قصده ايه، لكن انا برد بصفه عامه للجمهور. هو المقصود كده، المقصود افقاد الشعب ثقته في اجهزته الامنيه، لكن انت شايف حضرتك في الصوره الشعب نزل على طول. الشعب بينزل على طول ويعلن تعاطفه مع الجهاز الامني ويروح يقف في وسط البتاع، وتبقى الاجهزه الامنيه بتحاول تقول له متشكرين اتاخر شويه لاحسن احتمال يكون في عبوه ثانيه هنا او ثالثه، وبعدين عايزين نفحص مكان الجريمه لو سمحت، فبيتطوعوا كلهم. وامبارح قابلوا بشهادات كبيره جدا جدا جدا، يعني هتؤدي ان شاء الله لتحديد ملامح واشخاص الفرديين. المنطقه فيها كاميرات مراقبه المنطقه بالتاكيد فيها كاميرات مراقبه، فيها كاميرات مراقبه وفي صور، بس للاسف الشديد برضو احنا صور معلوده على احنا طالبنا ده صور ما بعد الحادث، صور ما بعد الصوره اللي قبل دي يا شباب. ده الموتور اللي باقي من ده اللي فاضل من العربيه النص نقل. ده يوريك حجم التفجير او الماده شديده الانفجار وقوتها ووزنها قد ايه. وزنها بان من صوتها اللي اتسمع في 5-6 احياء. هل المتفجرات دي صناعه محليه ولا جايه من بره؟ شوف حضرتك هم نوعين، لو تي ان تي دي متداوله عندنا هنا اهوت في المحاجر طول عمرنا، بس بتبقى تحت رقابه وبتاع، لكن برضه حتى هذه الرقابه اصحاب المحاجر بيتداولوها مع بعضهم. لكن لو سي 4 قولا واحدا لا تنتج الا في امريكا، وامريكا ما بتصدرهاش غير لاسرائيل. وده معناه ايه؟ معناها انها جايه من اسرائيل، لو سي 4 معناها ان جايه من اسرائيل، جايه من اسرائيل عن طريق جهاز مخابراتها موساد، ولا عن طريق حد من اخواننا في غزه بيتعامل مع حد من هناك ويشتري منه ويهرب، وده وارد ويهربها لنا. دي لسه ما زالت محل فحص، لكن السي 4 لا ينتج الا في امريكا فقط. طب حصلت احداث ارهابيه قبل كده بالسي 4 كتير جدا؟ الدقهليه كان فيها السي 4، في كذا مديريه كان فيها السي 4، لانها قوتها التدميريه اربع امثال التي ان تي، تعمل الدوي الهائل ده. احنا ما وصلناش للمتهمين في حادث تفجير مديريه امن الدقهليه؟ لا الدقهليه وصل التشكيل بتاعها كله. المفروض انهم يكونوا اعترفوا، جابوا التفجيرات منين؟ اعترفتهم على الخليه نفسها. وللاسف الشديد مفيش بناء تنظيمي دلوقتي زي زمان، تمسك حد من التنظيم يجيب لك، او حد من قمه الهرم يجيب لك التنظيم كله. دلوقتي خلايا عنقوديه، بقت خلايا عنقوديه، يعني المعرفه على قدر الحاجه. احنا ال5 خليه عنقوديه نوعيه بنتعامل، ما نعرفش مين اللي بيمول ولا مين اللي بيجيب ولا بيجيب حاجه، واحد بس اللي بيعرف، والواحد دوت يعني مش هيتكلم، اللي هو حلقه الوصل ما بين الخليه دي والخليه دي والخليه دي والخليه دي. لكن هو في توجهات عامه ليهم، وفي تكليفات عامه ليهم من السجون ومن قياداتهم بالقيام باعمال عاديه في توقيتات محدده لاهداف معينه. يعني ايه اللي عرف المعزول الخائن ان يوم اغتيال المستشار الشهيد هشام بركات ان يوم في القفص، والمواقع لقطته وهو بيعمل كده، يعني النهارده خلاص ذبحناه. طب وده عارف من وهو جاي من السجن مترحل للقفص وبيقول لباقي زمايله وبيضحك. المفروض الخبر ما كانش وصل له، المفروض الخبر ما وصلوش، احنا ما كانش لسه وصل لنا احنا. طيب اصلا جرى فتح معبر رفح منذ عده ايام، هل تعتقد كخبير امني هناك علاقه ربط ما بين حادث شبرا الخيمه النهارده وفتح المعبر؟ هقول لحضرتك حاجتين يعني يكادوا يكونوا عكس بعض. انا كراجل امن عارف ان معبر رفح البري ده معبر افراد، مش معبر عربيات ولا بضايع ولا شاحنات عشان يتهرب من خلاله تفجيرات، افراد بس. ولكن من خلال متابعتنا للحوادث، 5 حوادث تقريبا بتحصل بعد فتح معبر رفح النحس ده بيومين 3 بالكتير قوي، لدرجه ان الدور ده لما اتفتح معبر رفح من 3-4 ايام، لو حضرتك رجعت الجميع مواقع التواصل الاجتماعي في الفيسبوك تلاقي المواطن العادي بيقول فتحوا معبر رفح ليه؟ ربنا يستر، الحادثه اللي جايه فين؟ واللي يقول لك يا عم ما الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح. نعم. هل هم بيدفعوا بافراد ما لهمش معلومات مسجله لدى الاجهزه الامنيه يخشوا هؤلاء الافراد يكونوا دي السياره ودي الكاميرا بتاعه المبنى مديريه امن القاهره. شوف الكاميرا لقطت وادي حصل التفجير. الكاميرا دي بتاعه المتحف، دي في مديريه امن القاهره، المتحف الاسلامي. للاسف الشديد ما زلنا لغايه دلوقتي بنتكلم ان احنا في معركه كيان ومعركه، وان المتصدي هي الشرطه والجيش بس، ما عندناش منظومه كاميرات، وما عندناش منظومه الكاميرات الذكيه اللي استخدمت في حادث الاندر جراوند. معقوله رغم كل ان احنا في حاله حرب ده للاسف الشديد محمد بيدا، انا بسمع كلام يعني المضحكات ده الكاميرات دي اسعارها مش مرتفعه كده مقارنه باحتياجنا ده ليه؟ في ناس تقول لك اصل احنا هنفرغ الكاميرات ليه، هو انا جايب الكاميرات عشان تعرفني بعد؟ لا ده الكاميرات دي احنا هنبدا نخترع العجله. ده الكاميرات دلوقتي نظام الكاميرات نظام الذكي اللي بتزوده بالكمبيوتر بالبرنامج اللي انت عايزه. اللي حصل في الاندر جراوند في انجلترا، مترو انفاق بريطانيا، مترو انفاق، ان قال لهم ده في واحد لانهم مزودينه برنامج رايح جاي بطريقه تدعو للاشتباه وبلا داعي وشايل حقيبه في الحته الفلانيه، ابعت ظابط في غرفه العمليات يفحصوا، فحصوا لقى معاه متفجرات. ده بيعمل منع جريمه، مش احنا حتى الحتت اللي فيها كاميرات يقولوا والله احنا جاري فحص الكاميرات وتفريغها، وبعدين يقول لك اصل الصوره ما كانت مشوشه، اصل ما كانتش واضحه، اصل كان بتاع. لا احنا عايزين منظومه الكاميرات الذكيه الحديثه. المشكله في انك انت دوله بتعاني من بعض المشاكل الاقتصاديه، والمنظومه كمنظومه متكامله تغطي لك التمام. بس هي مش ازمه فقر يعني، ما المصريين دفعوا 64 مليار لقناه السويس. انت عندك 27 مديريه، 27 مديريه على الاقل، دي 27 مبنى، وكل مديريه فيها 10 12 15 اسم ومركز، ده غير نقاط الشرطه. لو طبقت المنظومه دي لازم تطبقها متكامله على الجمهوريه كلها. قبل ما كان في ناس كانت بتتكلم على مراقبه الطرق والسرعه والرادار، بتكلم على القاهره الكبرى حتى كمان. دي اهم منظومه الدفاع عن المنشات الشرطيه والمنشات الحيويه الهامه اللي تحقن دماء الشعب المصري ده، وتشجع القائمين على حمايه هذا الشعب. بس المتحف الاسلامي نفعتنا في مديريه امن القاهره، صورت بعد. انا عايز تجيب قبل، ولو ان انا حضرتك عايز الاجراء الاستباحي تحقق لي الاشتباه من الاول زي حادث بريطانيا. ولو ان الحوادث دي كنت بقول لحضرتك واحنا في الفاصل ان حوادث السيارات المفخخه تكاد تكون لا تصد ولا ترد، زيها زي العمليات الانتحاريه، زي الحزام الناسف، الا لان واحد جاي مستبيع بينتحر. ودلوقتي ما عادش بينتحر كمان، ده هو بينزل ياخد وسيله مواصلات ثانيه ويجري، ويقوم ضارب النمره اللي هو ظابطها عليها، تقوم منفجره. كل اللي بنقدر نعمله الحواجز الاسمنتيه دهيت انها تبعد الموجه الانفجاريه عن المبنى. دي بقينا نجدها امام كافه المقر الامنيه، ويعني في ناس مش فاهمه كويس بتتضرر وبتضيق ذرعا من هذه الاجراءات. لا ده امام امن الوطن والمواطن. ما امن الوطن هو امن المواطن. انا عايز اقول لحضرتك يا محمد بيه ان ده المفروض تبعد، يعني الحاجات دي تبعد العربيات والانتظار عن المبنى مش اقل من 20 متر، بس ما عندناش الشوارع واسعه اللي نقطع منها 20 متر، فبنكتفي بحوالي 3 4 5 امتار بالكتير قوي، او تحويل المسار بدل ما هو ده رايح جاي يبقى رايح بس من بعيد شويه، لتحجيم الآثار السلبية الناجمة عن الموجة الانفجارية، سواء بالنسبة للمبنى أو بالنسبة للأرواح والأفراد اللي موجودة. طب هل حضرتك تتوقع بحسك الأمني أن هذه الوتيرة من العمليات التفجيرية زي اللي حصل النهارده قابلة للتكرار في القريب العاجل؟ يعني هنشهد داخلين على موجة تفجيرات؟ بالتأكيد. هو المثل بيقول لك اللي تغلبه يلعبه، هو حاليا دلوقتي هي دي الوسيله الوحيده للارهابيين في الوطن العربي. لان انا توقعت بعد 14/8 تحدث حاجه، وتوقعت ان تقع حاجه كبيره قدر ولطف النهارده. بص حضرتك اللي بيحصل في العراق يوميا، وحصل في الكويت بعد كده في مساجد، وحصل في البحرين، وحصل في السعوديه في مساجد، وحصل هو التفجيرات. هي دلوقتي اللي بيخطط للارهاب في المنطقه كلها استقر ذهنه على ان انجح وسيله لاحداث اكبر قدر من الخسائر في الارواح او المنشات هي السيارات المفخخه والتفجيرات، فهم شغالين لنا بيها. وزي ما بقول لحضرتك ده دعم لوجستي وخططي وتفكيري من اجهزه مخابرات عالميه واقليميه. اقليميه تقدر تسمي قطر وتركيا اقليميا، وطبعا الموساد عدوك الاول والاخير الاسرائيلي. الموساد ممكن يكون طرف في قلب هذه العمليه. طبعا يعني هو الشك في قطر وتركيا. السي 4 اللي دخلت عندنا وعملت كذا حادثه، بقول لحضرتك ما بتنتجش غير لامريكا، وامريكا ما بتصدرهاش غير لاسرائيل قولا واحدا. فبدام تتفجر عندي منشاه بسي 4 يبقى امريكا واسرائيل. امريكا هي اللي مخططه كل الفيلم الاسود ده بتاع الربيع العبري للمنطقه كلها. صحيح احنا الربيع العبري احنا حافظين شعره معاويه ما بيننا وما بينها. نعم. وعمالين بنقول لا احنا، بس احنا طبعا يعني فتحنا على العالم كله، ولكن علشان النظام عندنا عف اللسان ما بيغلطش، وعارف ان في مصالح قوميه كبرى، وعارف ان في تسليح كبير جدا لينا امريكي وممكن يتحول لخرده، فاحنا ما بنخسرش. وهم كمان الغريب ان هم محافظين برضه على شعره معاويه معانا. يجي لكن كيري، ما يمنعش ان هو يبعد يجي كيري هنا عندنا ويقول انا هساعد مصر ضد الارهاب. يطلع قانون الارهاب اول امبارح، يطلع كيري يقول لك القانون ده ظالم، لكن ده ما يمنعش ان انا هساعد مصر ضد الارهاب. انت بتلعبنا، هو بيلعبنا، ودي سياسه، واحنا برضه مستوعبين الصدمه بتاعته، بس بنتعامل معها بما يوجعه هو بيفهمه. في رسائل اخرى بالتوجه للشرق، عندك الرئيس رايح روسيا بعد بكره يوم الاحد ان شاء الله، وبعد كده رايح الصين، وبعد كده انت بتعمل مشاريع عملاقه عندك في الوقت اللي هو كان مخطط لك انك انت تقع خالص وتتكسر خالص. فدي كلها رسائل دبلوماسيه قويه. ربنا هو لوحده اللي حافظ هذا الشعب، والشعب ده ثقته في اجهزته السياديه اللي حمته من ضد ظلم الإخوان وفي قيادته وقواته المسلحة هو اللي موقف الشعب ده دونا عن الشعوب العربية المستهدفة كلها، هو اللي موقف على رجليه لغاية النهارده. نقدر نقيم أداء وزارة الداخلية في تعاملها مع حادث زي حادث النهارده؟ يعني شايف رد فعلها؟ أنا شايف رد الفعل هادي وكويس جدا جدا جدا، والحمد لله إن ما كانش فيه وفيات، لكن في ساعتها وزير الداخلية انتقل للحادثة، مدير الأمن كان منتقل للحادثة، محافظ الإقليم كان منتقل لمكان الحادثة، كل قيادات الدفاع المدني أو اللي بيسموها الحماية المدنية دلوقتي والأمن المركزي والمرور، لأن ده شارع شريان رئيسي جدا اللي بتيجي منه كل الدلتا وكل حركة النقل بتاع محافظات اسكندرية والقليوبية والغربية وكل ده جاي على مصر منها، ما تقدرش اقفله، أنت قفلت في وقت المعاينة الفنية ومعاينة النيابة وبعد كده فتحت على طول، أنت ناجح جدا 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 لغاية دلوقتي، ما تستعجلش، هو الحاجات دي بتاخد وقتها. هي الوتيرة قلت على الأقل. يعني شوف حضرتك تفجيرات مقارنه بسنتين ونص فاتوا، لا انت كنت واقف الاول عامل زي شمشون وعنتر بتتلقى القلم الخامس امتى والسادس امتى، دلوقتي انت اللي بتضرب القلم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس، وكل ما تديله 10 اقلام يحاول يديلك قلم. فالحمد لله الضربات الاستباقيه اللي شغاله على كافه ال 27 محافظه دي قلقاهم جدا جدا، ولذلك قلت الوتيره زي ما حضرتك بتقول، وقلت الحوادث، لانه امر واقع، وقلت قدرتهم على الشحن. ده كان لو كان عندهم قدره على الشحن في 14/8 كانوا ولعوا لك البلد زي السنه اللي فاتت واللي قبلها. هم لما بيتوبوا تعرف ان هم بيتوبوا توبه راسبوتين. دي وعيه راسبوتين حتى نختم بها. ايوه، كان يقول دائما، ده راهب روسي فاجر، كان يقول دائما حينما اكون قادرا فانني افعل، وحينما اكون عاجزا فانني اتوب. هم حاليا لو تابوا بعض الشيء بيتوبوا عن عجز حقيقي وعن قوة ومقدرة لجهاز مباحث الأمن الدولة المصري الذي أرجو أن يعود إلى اسمه اللي كان عاملهم الحساسية، وقطاع الأمن العام والمخابرات الحربية وكل الأجهزة السيادية اللي موجودة في مصر، هي اللي حامية بعد الله سبحانه وتعالى، اللي حامية مقدرات هذا الشعب. سيد اللواء محمد نور الدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، كنت ضيفا كريما معنا، بشكرك. انا اللي بشكر حضرتك انك اتحت لي الفرصه. حلقه انتهت معاكم، وبذكركم بفقره مشكلتك ليها حل، اللي قلنا تواصلوا معنا بيها على تليفون الخاص بالبرنامج 9136. اكتب مشكلتك، هنحاول نتواصل مع الساده المسؤولين ونجيب لك رد كل يوم خميس. اشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله يوم الاربعاء الساعه 8:30. سلام عليكم.